بأن يحضرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتفين آثارهم إلى يوم نلقاه. وبعد، حضرة الفاضلة المبجلة السيدة والي ولاية تيبازا، حضرة الفاضل الكريم سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، حضرة الفاضل السيد الأمين العام لهذه الولاية الكريمة، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة المنتخبين، المشايخ الكرام الأفاضل حملة الوحي بين جنبيهم، فرسان المنابر وأئمة المحاريب، السادة الحضور جميعاً من إطارات الدولة الجزائرية سواء كان في إدارتنا المركزية أو في الإدارة المحلية، السادة الحضور جميعاً من أسرة الإعلام، مرافقي الكلمة الطيبة وناشريها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أجزي الشكر لكل من كان سبباً في لقائنا واجتماعنا، وعلى رأس هؤلاء جميعاً السيدة الوالي التي رحبت بالزيارة، لأن معلماً جديداً يضاف إلى قطاعنا في هذه الولاية العامرة، وهو تدشين هذا المسجد الذي كنا فيه قبل قليل، مسجد عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، والذي يعتبر تحفة إضافية إلى هذا الميراث المفتوح الأثري الكبير في تاريخ تيبازا من عهد الفينيقيين، وكذلك في العهد الإسلامي وما فيه من مساجد عتيقة كما أشارت السيد الوالي، وكذلك المساجد الجديدة التي تعتبر تحفة معمارية تدل على ذوق كبير وعلى حضارة ضاربة في الأعماق. كانت هذه الزيارة متوجة بهذا المسجد الذي يدل على أن الخير باق في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. وكذلك زيارتنا لهذه المدرسة القرآنية التي يشرف عليها أحد المحسنين، وما أكثر المحسنين في بلادنا، وقد أحصينا السيد الوالي المحترم 8 محسنين فقط في ولاية تيبازا بنوا مساجد لله تعالى 100%، لم يشاركهم في ذلك أحد، و3 من المحسنين بلغت مساهماتهم في إنجاز مشاريع دينية بنسبة 50%. وربما لأول مرة أتحدث عن هذا العدد على مستوى وطني، فقد أحصينا 346 محسناً على مستوى وطني بنوا مساجد وهياكل دينية 100%، ورفضوا أن يساهم شخص آخر معهم بفلس واحد، ومنهم محسنات واقفات محبسات بنينا مساجد لله تعالى من التراب إلى قلم الكتاب، من قطعة الأرض إلى قلم المعلم داخل المدرسة القرآنية، وأكثر من 240 محسن ساهموا 50% في مشاريع مثل هذه. هذا يدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق مجسد في بلادنا في الجزائر: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. وهذا الخير الذي قال عنه الإمام الشاطبي: من تصور، الإمام الشاطبي تعرفونه لا يقول كلاما يعني ليس له دليل وليس له تعليل، لا يقول كلاما ليس له أصول وليس له مثول في الواقع، يقول بأنه من ظن واعتقد أن الخير الموجود في الأرض كلها
ليس له علاقة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ واهم، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. استفاد من رحمته الجماد، واستفاد من رحمته الحيوان، واستفاد من رحمته صلى الله عليه وسلم حتى الذين خالفوه ونابذوه من الكفار والمشركين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة للعالمين. هذا الخير الذي نحن فيه هو جزء من خير النبي صلى الله عليه وسلم وبركته على هذه الأمة وعلى بلادنا بشكل خاص. إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة وزير الشؤون الدينية. سنعود